قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج ينادى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله. عشان الحكومة جزاتها كلها أساس وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة. المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي، يا إما يحفروا مغابرهم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من قضايا الشباب، ويسعدنا خلال حلقة اليوم أن نستضيف الأستاذ أسعد الطاهر مدير منظمة تطوير المجتمع من أجل التقدم، وهو واحد من القيادات الشبابية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، للحديث حول واحد من المشاريع الشبابية الجديدة التي يتبناها المنظمة، وهي الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة وتقييم السلام في السودان. أهلا ومرحبا بك السيد أسعد في راديو دبنجة. في البداية كلمنا عن المنظمة وأهدافها. شكرا جزيلا أستاذ أمين، وشكرا لراديو دبنجة ولمستمعين الكرام ومستمعي راديو دبنجة. في البداية أنا داير أقول إنه الفكرة كانت فكرة بتنبع من إنه الوضع الحالي في السودان وحتى من وقت قبل سقوط النظام كان بيحتاج لدور فاعل لمنظمات المجتمع المدني، وعلى المستوى الشخصي كان بعد سقوط النظام أول زيارة لي للبلد يمكن بعد 10 سنوات، وصلت للمنطقة ووصلت لقرية من القرى في المنطقة اللي أنا درست فيها السنة الأولى لي في المدرسة. القرية دي المدرسة بتاعتها عمرها بيتجاوز 40 عام، ولحد اليوم ما خرجت ولا حتى الليلة. نحن بنتكلم القرية دي فصول فيها، في المدرسة دي تحديدا عدد الفصول فيها 3 فصل، يعني المدرسة دي ما خرجت، ما وصلت 8، ما تخرجوا ناس مشوا المتوسط، ما تخرجوا ناس مشوا الثانوي، ما تخرجوا ناس مشوا الجامعات إلا إذا تحولوا لمدارس أخرى، لكن ظلت المدرسة كما هي، ما قفلت ولا كده. فكانت الفكرة في أنه نحن ممكن نخلق وضع مختلف في أنه الناس تساهم في العملية بتاعت التعليم، العملية بتاعت الوعي عند الناس وكده. جينا اصطدمنا لقدام بأنه الصراعات الأهلية الموجودة، الصراعات الحرب الموجودة في السودان، وبرضو لقينا لحد كبير الارتباط بين الصراعات دي وبين الحرب بشكل عام في السودان، والتجييش الكبير اللي بيتم للفاجد التربوي، الناس اللي ما كملوا تعليمهم، واحد من المشكلات اللي بتعيق عملية التعليم نفسها. فلقينا نفسنا نحن محتاجين لأننا نعمل منظمة تساهم مع المنظمات الأخرى أو مع المجتمع المدني بشكل عام عشان تنقل المجتمع ده من حالة لأخرى. ده كمان خلانا إنه نحن نعمل في اتجاه آخر، لأنه بدون سلام دائم في السودان ما ممكن يكون في عملية بتاعة التنمية اللي هي مرتبطة بالعملية بتاعة التعليم والمرتبطة بالوعي بشكل أو بآخر. دي الفكرة وكانت بتنبع من هنا. نعم السيد أسعد، يعني بتتبنى المنظمة مشروع الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة وتقييم السلام في السودان، كلمنا عن هذا المشروع ودوره الممكن يلعب في خدمة المجتمعات. بنعمل على صياغة مشروع، لأنه أنا قلت الوضع الحالي ده، الانتقال اللي بيتم في السودان ده، وعشان الناس توصل لمرحلة
بتاع التنمية مستدامة وتطور في المجتمع ده مرتبط لحد كبير بسلام دائم وشامل في السودان. فكانت فكرتنا في انه بالضرورة الناس يدعموا كل المساعي بتاعت السلام الدائم والشامل في السودان. المساعي دي ما بتتم، الديمومة بتاعت السلام دي ما بتبقى ما لم نكسر الحلقة الشريرة بتاعت الحرب، الهدنة، الاتفاق، الاختلاف، الحرب مرة أخرى. دي الحلقة ظلت دائمة في السودان. إحنا من قبل استغلال السودان والاتفاق اللي تم على أساسه أن السودان ده يصبح دولة وكان بين الجنوب والشمال، تم فرتكت والناس عادت للحرب، حرب توريد، أنيانيا 1، أنيانيا 2، الحركة الشعبية، التمرد بتاع الحركة الشعبية، التمرد بتاع الحركات الأخرى في دارفور، وظلينا في الدوامة دي من قبل الاستغلال لحد الليلة. فالبيصل كله إنه الناس بتصل للسلام، السلام ده ما بيتم تنفيذه بشكل كويس، بيحصل اختلاف، ما بيكون في فرصة لأي حوار، بتعود الناس للحرب مرة أخرى، العملية مستمرة كده. نحن فكرنا في انه الناس كيف تكسر الحلقه الشريره دي عشان توصل لسلام دائم وشامل في السودان. جاءت فكره اليه مستغله، اليه وطنيه مستغله لمراقبه وتقييم السلام في السودان. الاليه دي عندها ادوار كبيره ممكن تقوم بها في عمليه السلام دي، واحد منها انه تكسر الحلقه، ده الهدف الاساسي، تكسر الحلقه بتاعت بعد الاتفاق اختلاف وطوال حرب. نحن دايرين حتى إذا حصل اختلاف في عملية تنفيذ أي اتفاق بيتم في السودان ده، إذا كان الاتفاقات اللي توقعت، إذا كان الاتفاقات المتوقع إنها توقع، أو أي عملية بتاعت اتفاق سلام، حتى السلام اللي بيتم أو المؤتمرات الصلح اللي بيتم ما بين القبائل، مشكلات القبلية، كل العملية السلمية بشكلها العام، نحن الحلقة بتاعت عودة للحرب دارين نكسرها بإننا نخلق فرصة للحوار مجرد ما من خلال مراقبتنا تظهر مشكلة ممكن تؤدي للحرب. نحن نحول المسار ده ليه عملية بتاعت حوار بين الأطراف دي ذاتها. فده المشروع الكبير الآن نحن شغالين فيه، وبدينا بالفعل في إننا اتكلمنا مع الأطراف، اتكلمنا مع في السلام اللي توقع في من قبل الجبهة الثورية في جوبا، اتكلمنا مع الوفد الحكومي وأبدوا استعدادهم على دعم، ما عندهم مشكلة في إنه الناس يكونوا مراقبين للعملية السلمية. اتكلمنا مع الرفاق في الجبهة الثورية، قعدنا معهم وأكدوا إنهم أبدوا ترحيبهم بالفكرة. نحن حيكون ده الرول بتاعنا، ده العمل بتاعنا خلال الفترة بتاعت السلام، إذا كان في سلام اللي يتوقع أو أي سلام آخر ممكن يوقع. نعم، أعتقد إنه دي فكرة جميلة، ومن الحاجات الجديدة، الابتكارات الجديدة أو الرؤى الجديدة اللي هو بتطرح على الساحة السياسية في السودان. لكن خططكم شنو لكسر هذه الحلقة؟ رؤيتكم شنو وكيف الحلقة دي ممكن تتكسر؟ تمام. أولا الإشارة لأنها هي فكرة جديدة، أنا داير أضيف لك إنه يا أمين نحن كنا جزء من الواقع المعاش في السودان ده في فترات، و تابعنا كل الاتفاقات اللي بتتم داخل السودان ده، من الاتفاق ما قبل الاستغلال اللي تم ما بين الجنوبيين والحكومة السودانية، ولحد آخر اتفاق تم قبل أشهر ما بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية. التجربة دي مرورا باتفاق نيفاشا، مرورا باتفاقية أديس أبابا، مرورا بالدوحة، بأبوجا، بغير من الاتفاقات، لم تتم عملية بتاعت مراقبة وطنية مستغلة لأي من الاتفاقات. هذه الفكرة حتى غير موجودة حتى في محيطنا، نحن المحيط بتاعنا ده، عشان كده الفكرة مهمة، وأنا بفتكر إنها بتحدث فارق في العملية بتاعت السلام في السودان. أما من فيما يخص الخطط بتاعتنا، نحن وضعنا مشروع كامل للعملية بتاعت رغابة، خلصنا من المشروع ده، فيه خطط عملية، المشروع ده فيه شراكة من قبل
منظمات بتعمل في الجانب بتاع الانتجريشن واللوكال انجيجمنت مع المجتمعات المحليه. في عدد من وسائل الاعلام المستغله اللي بتعمل عليه تغطيه الاخبار من مناطق الصراعات حتكون جزء من العمليه دي. وجانبنا عندنا استراتيجيه واضح للاليه من خلاله بتقدر تنفذ المهام بتاعتها. المهام بتاعتها بتكون هي مراقبة التنفيذ بتاع الاتفاق بشكل دقيق. المراقبة ما فقط في الجانب العسكري والخروجات الأمنية وغيره. كامل الاتفاق اللي بيتم إذا كان الاتفاق بتاع الجبهة الثورية مع الحكومة السودانية أو أي اتفاق آخر يتم توقيعه أو حتى مؤتمر صلح تم ما بين قبيلة وأخرى محتاجين لأننا نراقب بشكل دقيق ونصدر تقارير دورية يتم نشرها توضح مدى السير بتاع تنفيذ الاتفاق. في الجانب الآخر إذا كان هنالك أي مشكلة يجب أنه يكون في إنذار مبكر من قبل الآلية. وإذا كان هنالك أي نقطة يمكن أن تؤدي إلى اختلاف على الآلية إنها تتصل مع الآخرين في إنهم يكونوا جزء مع الأطراف في إنهم يمشوا لحوار بدل ما يمشوا لتصعيد في المشكلة المفروض تكون مواجهة المقدمة. وأهم دور للآلية خلال الفترة دي هي تمليك المجتمع أو المجتمعات المستفيدة وأصحاب المصلحة الحقيقيين، تمليكهم للاتفاق ذاته والمكاسب اللي اتحققت من أي اتفاق بالنسبة لهم، بل وتدريبهم وتأهيلهم على مراقبة ذاتية على إنهم يراقبوا حقوقهم دي ويراقبوا المكتسبات دي ويحافظوا عليها. ده نعم. دور بشكل مختصر للآلية المفروض تقوم به خلال الفترة الانتقالية أو خلال الفترة بتاع التنفيذ كامل أي من اتفاقات السلام الممكن توقع. نعم نعم أنا أعتقد إنه دي خطوة جيدة وموفقة كأفكار ومشاريع شبابية يعني ممتازة. بالذات شهدني إنه في اللي هو الخلافات اللي قاعدة تحصل في مختلف أنحاء السودان، بالذات في الصراعات القبلية بتمتد لفترات طويلة جدا، على الرغم من لجوء السلطات والجهات المعنية إنه تحلها، لكن استيل بنكون دايرين في حلقة ما في التزامات أحيانا من الأطراف أو من الحكومة بشكل ينهي هذه الحلقات واستمرارها. فاصل ونواصل. لكن أنا أعتقد أنه ده شغل كبير وفي تحدي كبير جدا، أنه بالذات يعني أنه الواقع في السودان سواء كان الحكومات أو السلطات والجهات الرسمية أحيانا لا يعني لا يقدرون هذه الجهود ولا يحترمون الوعود. يعني زي ما شهدنا في الفترات الفاتت السلطات ما بتحترم بالذات الأجسام اللي بتكون محايدة اللي بتقدم النصح فبتجيف قدامها. يعني فإلى أي مدى يعني أنتوا عملتوا حساباتكم لهذه المشاكل وحلولكم له؟ طيب في الجانب مع نحن المشروع بتاع الآلية ده مشروع مستقل، مشروع وطني مستقل ما عنده أي علاقة بأي من الجهات ولا مسجل لدى الحكومة، بل هو مشروع بيتبع للمنظمة والمنظمة اللي بتعمل وفقا لقوانين العمل الإنساني في السودان. في الجانب بتاع قبول وعدم قبول الأطراف، واحدة من التحديات اللي بنتوقعها لأنه نحن تقاريرنا الأساس بتاعها هتكون تقارير مستقلة، تقارير شفافة، المواقف بتاعت الآلية والعمل بتاعها هيكون مستقل بشكل كامل. في الضرورة إننا هنواجه تحديات في المستقبل إذا كانت من أطراف العملية بتاعت السلام نفسها أو من أي طرف آخر، ولكن
التحدي الأكبر بتاعنا في إننا نحن ملتزمين تجاه المشروع بتاع الآلية وتجاه استغلالي، وده قلناه حتى للأطراف دي. يعني نحن قعدنا مع وفد الحكومة المفاوض وتكلمنا معهم في إنه نحن دي تجربة جديدة، ونحن وفقا للمشروع بتاعنا عندها المقدرة على التأثير على كسر الحلقة الشريرة دي، وإنه البلد دي يكون فيها سلام دائم. نعم، أنا بعرف لأي مدى إنه بعض الدوائر بعض الحكومات بتعمل بشكل أو بآخر على إسكات الأصوات المستغلة، إسكات الأصوات بتنقل الحقيقة وكده، ولكن سنقاوم أي محاولة بتاعة تدخل في عمل الآلية حتى تكون مستغلة بشكل كامل. ما حيكون عندنا تراجع في الاتجاه ده. المسألة أكبر من إنها يكون مثلا رفض بتاع طرف أو كده للعمل بتاع الآلية، بقدر ما إنه دائما الأطراف دي التركيز بتاعها بيكون عليه المكاسب المحققة، إذا كان للجانب الحكومي أو للجانب الطرف الآخر في الاتفاق، أكثر من التركيز على الجانب الكلي المرتبط بالمكاسب والمصالح المجتمعية أو مصالح أصحاب المصلحة نفسهم وكده. نحن هدفنا إننا نحمي المكاسب اللي تحدد في أصحاب المصلحة، وهدفنا الأساسي الأكبر في إننا نوصل نكسر الحلقة الشريرة ونوصل لسلام دائم. في تقبل وسط الشباب لهذه الفكرة والمنظمات والجهات التي يمكن أن تقدم المساعدة، سواء كان لوجستية أو مالية، جميع الاحتياجات اللي أنتم محتاجين له، لأنه ده عمل كبير جدا ومحتاج تحرك، محتاج شغل. نعم، في الجانب بتاع القبول، هي الفكرة أساسا نابعة من المجتمع، نابعة من الشباب اللي شاركوا بشكل كبير في الثورة السودانية دي، واللي كانت أهدافها واضحة متمثلة في السلام والحرية، الحرية والسلام والعدالة، والسلام ده هدف أساسي للناس. عشان كده جاءت الفكرة، بالتالي مدعومة الفكرة شعبيا، مدعومة من قبل الداعمين للتغيير في السودان بشكل كلي، مدعومة بالضرورة من المجتمع المحلي اللي أصلا كل مرة بيحصل اتفاق ما بين الأطراف وبيحصل مش خروجات، بيحصل انهيار كامل أو تسبب في انهيار كامل للاتفاق من قبل الأطراف دي، والمجتمع ده لا عنده قرار في إنه يعمل اتفاق، ولا عنده قرار في إنه الاتفاق اللي حصل وجاب له السلام ده يكون موجود ومستقر ومستمر عينين. So المجتمع ده هو داعمنا. في الجانب بتاع المنظمات، نحن اتصلنا بأكثر من 10 من المنظمات وبيوتات الإعلام المستغلة، وكلهم أبدوا استعدادهم للمشاركة في الآلية المستغلة لمراقبة السلام في السودان، لأنه الفكرة ما بعتقد إنه دول عنده هدف في إنه يكون في سلام دائم واستقرار في السودان يرفض هذه الفكرة. فدعم كبير من قبل، وحتى عدد كبير من المنظمات العاملة في السودان ده، والمنظمات حتى المنظمات من كل المناطق بتاعت الحرب في السودان، أبدوا استعدادهم إنهم حيبقوا جزء من الآلية بتاعت المراقبة. في الجانب بتاع التمويل، حنعتمد على مساهمات بتاعت منظمات بتاعتنا، بتعتمد على المساهمة بتاع المنظمة بتاعنا، وبنعتمد على أي تمويل غير مشروط للآلية، لأنه أهم شرط للآلية هو الاستغلالية، وعشان كده ما بنقبل تمويل مشروط من أي كانت لتمويل مشروعات الآلية. المشروعات دي كثيرة منها جوانب بتتعلق مؤتمرات مفروض تتم تدريب للمجتمع المحلي
يعني المراقبة بتاعت عملية السلام، المفروض يتم مؤتمرات زي ما قلت للتغييم، عمل بتاع مراقبة ميداني بشكل مستمر عليه، عمل داخل القوات بتاع الأطراف دي إذا كان قوات مسلحة أو قوات تتبع للحركات أو أي قوة أخرى، نعمل وسطهم كآلية لتخفيف الشحن اللي تم للقوات دي، وكده نعمل لهم ورش لتأهيل القوات دي لتسهيل عملية السلام، ويعني تقليل الرغبة بتاعت العنف أو الهناية بتاع العنف داخلهم، خاصة الناس المفروض يمشوا للاندماج في المجتمع. العمل كبير لكن عندنا أمل في أننا حنقدر بالعمل نعم. بشكل كامل. وفي ختام الحلقة دي، عندك أي رسالة عايز توجهها بخصوص اللي هو المشروع بتاعكم، اللي هو الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة وتقييم السلام في السودان؟ الرسالة بتاعتي هتكون للمجتمع المحلي في السودان أو المجتمعات المحلية في خاصة في المناطق بتاعت الحرب، يا أهلنا دعونا أو خلونا نعمل مع بعض، ولازم تكونوا جزء من العملية بتاعت السلام. أنا لما أقول السلام بعني أي اتفاق سلام بيتم ولو بين اثنين من الأطراف، فردين من السودانيين كانوا بيتشاكلوا قالوا نحن عملنا سلام، يجب أن ندعم فرص بتاعة السلام دي، أن نبعد عن التشخيص أو شخصنة القضايا بتاعتنا بتاعة السلام دي، خلوها تكون قضايا سلام كلية. أي اتفاق سلام بيتم يجب أن نحرص على معرفة المكاسب بتاعتنا فيه ونحميها، نراقبها كويس ونحميها. أنا بدعوكم للتعاون مع الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة العملية بتاعة السلام، حتى إننا نقدر نثبت المكاسب اللي اتحققت للمجتمعات المحلية، وحتى إننا نقدر نثبت صوت البندقية بشكل نهائي وإلى الأبد في السودان. شكرا جزيلا للأستاذ أزعت الطاهر، مدير منظمة تطوير المجتمع من أجل التقدم، على مشاركتك معنا في راديو دبنجا حول الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة وتقييم السلام في السودان. شكرا جزيلا. نعم، شكرا. وشكرا لكم أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء.